8000 سماعة صوتية تحكي تفرد المسجد الحرام في مكة المكرمة بأكبر وأحدث وأدق نظام صوتي يعمل على مدار الساعة في العالم، حيث برع المهندسون في تكوين هذا النظام المتناسق لينساب في أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة به. يحمل صوت النداء الخالد عند كل صلاة ويبث الترتيل العظيم ليرسل موجات الخشوع بما يليق بقدسية هذا المكان. وجود عدد 4 مكاسر، مكسرين في بدروم توسعة الملك فهد، ومكسرين موجودة في المكبرية، وذلك كل مكسر احتياطي للآخر في حال سقوط أحد المكاسر لا قدر الله. وكذلك يوجد لدينا 9 ميكروفونات للإمام، وكذلك 6 ميكروفونات للمؤذن. 8000 سماعة ومكبر صوتي لا تطغى إحداها على الأخرى، تعمل بتناغم وتنسيق محكم ودقيق، فلا تتداخل الأصوات ولا تعلو أو تنخفض بما يفقدها دورها أو يفقد المصلين خشوعهم. تعمل في كل الأجواء والمناخات بوتيرة واحدة وانسجام عجيب، إنها واحدة من منظومات الإتقان والأداء المتفرد في المسجد الحرام بما يحظى به من عناية استثنائية. إجمالي لسماعات المسجد الحرام تقريبا 8000 سماعة، بالإضافة إلى سماعات الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام 100 سماعة، بالإضافة إلى 3800 سماعة للمسعى وتوسعة الملك فهد، وكذلك 5000 شامل التوسعة والمطاف. ومن المبهر أنه لم يحدث انقطاع أو خلل في أي وقت من الأوقات لهذا النظام الصوتي البديع، والسبب هو التقنية الفريدة والعالية التي يتمتع بها هذا النظام في إنتاج التردد الكهربائي المتواصل وتعزيزه بالمعدات الرديفة ومستوى الجاهزية على مدار 24 ساعة. يعتبر النظام الصوتي بالحرم المكي الشريف الجسر الذهبي الرابط بين الإمام والمصلين، وجودته تؤثر إيجابا بمسامع زوار وقاصدي المسجد الحرام. فيصل السلمي، الإخبارية، مكة المكرمة.